بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي الطلبة، اليوم إن شاء الله تعالى سوف نشرح درس الفعل المضارع المنصوب صحيح الآخر. بالبداية نريد أن نتعرف على معنى صحيح الآخر. شرحنا في الدرس السابق عن الفعل المضارع المرفوع وقلنا علامة الرفع هي الضمة. اليوم سنتكلم عن الفعل المضارع المنصوب وعلامة النصب هي الفتحة. ما معنى صحيح الآخر؟ ينقسم الفعل من حيث الصحة والاعتلال إلى فعل صحيح وفعل معتل. الآن الصحيح الآخر هو ما كان الحرف الأخير حرفا صحيحا، يعني ليس بحرف علة. الآن هنا حروف العلة، انتبهوا معي هنا، حروف العلة. ما هي حروف العلة؟ إذا انتهى الفعل المضارع بواحد من هذه الحروف يسمى معتلا، وحروف العلة هي الألف والواو والياء. مثال على الأفعال المعتلة: يرعى، هذا فعل معتل الآخر لأنه انتهى بألف. مثال آخر: يقضي، هذا معتل الآخر انتهى بياء. مثال آخر: ينمو، هذا أيضا معتل الآخر وليس بصحيح الآخر لأنه انتهى بواو. اليوم إن شاء الله تعالى سوف نركز على الفعل المضارع صحيح الآخر. العنوان هنا: العجوز وسمكة السيف. نبدأ بالقراءة: نظر الصياد العجوز إلى سمكة السيف التي أغمد فيها نصل حربته قبل قليل، وقال: هيا تقدم أيها السيف، هل ستستمر في المقاومة؟ إذا أحكم قبضتي ولن أفلت الحبل. ولكن السمكة ظلت بعيدة، لقد قامت هناك متمرغة في الماء، فاضطر العجوز إلى أن يسحب القارب إلى ناحيتها كي يتمكن منها، حتى إذا انتهى إليها وارتطمت بالقارب دهش الشيخ منها، كانت ضخمة جدا، وفي الحال نزع حبل الحربة وأداره حول رأسها وعقد طرفيه، وشد السمكة إلى مقدم القارب، ثم قطع ما تبقى من الحبل وارتد إلى مؤخر القارب ليشد الذنب بالطريقة نفسها. لقد كانت بالغة الضخامة حتى يخيل إلى من ينظر إليه أنه يشد إلى قاربه قاربا أكبر منه بكثير. الآن هنا نريد أن نجيب على الأسئلة في الفهم. المقصود بكلمة متمرغة، السمكة كانت متمرغة يعني متقلبة. ما الطريقة التي استعملها الصياد العجوز ليتمكن من الرجوع بالسمكة إلى المنزل؟ هذه هي الطريقة، قرأناها قبل قليل: شد السمكة إلى القارب، لاحظوا هنا، شد السمكة إلى مقدم القارب، ثم قطع ما تبقى من الحبل وارتد إلى مؤخر القارب ليشد الذنب بالطريقة نفسها. نأتي الآن إلى الملاحظة والاستنتاج. عد إلى الفقرة ولاحظ الأفعال المضارع الملونة. نريد أن نركز على الأفعال المضارع التي باللون الأحمر، ثم أجب عما يأتي. الحركة الإعرابية التي ظهرت على آخر الأفعال، ما هي الحركة التي كانت على آخر الأفعال؟ نرجع مرة أخرى. الأفعال الملونة هنا: أحكم، هذا أول فعل. الحركة الإعرابية هي ماذا؟ لاحظوا هنا الفتحة، أحكم. الفعل الثاني: أفلت، أفلت، ولن أفلت، أيضا الفتحة. أن يسحب، هذا فعل مضارع منصوب على نصب الفتحة. يتمكن، أيضا منصوب والعلامة الإعرابية الفتحة. ليشد، ليشد، أيضا هنا لاحظوا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. حتى يخيل، أيضا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. نأتي إلى السؤال الآخر:
الآن هنا السؤال التالي: إذا الحركة الإعرابية التي ظهرت على آخر الأفعال كما قلنا هي ماذا؟ الفتحة. إذا هذه الأفعال المضارعة هل هي مرفوعة أم مجزومة أم منصوبة؟ قلنا علامة الرفع هي الضمة من الحركات، وعلامة الجزم من الحركات السكون، أما علامة النصب فهي الفتحة. ولاحظنا أن الأفعال كلها ختمت بماذا؟ انتهت بالفتحة، فهي أفعال منصوبة. الآن باء: سبقت الأفعال المضارعة الملونة بماذا سبقت؟ أول فعل سبق بإذن، والثاني لن، والثالث أن، والرابع كي، والخامس لام التعليل، هذه اللام تسمى لام التعليل، والسادس حتى. نوع هذه الكلمات، هل هي أسماء هذه الكلمات إذا، لن، أن، كي؟ هل هي حروف أم أسماء أم أفعال؟ هي حروف. إذا هي حروف. نستنتج، ماذا نستنتج الآن؟ نستنتج أن الأفعال المضارعة تنصب، إذا الأفعال المضارعة تنصب إذا سبقت بماذا؟ قلنا أن الفعل المضارع كما درسنا في الدرس السابق، أن الفعل المضارع إذا لم يسبق بحرف نصب أو بحرف جزم فهو مرفوع. الآن الأفعال المضارعة تنصب متى؟ إذا سبقت ب إذا، لن، أن، كي، لام التعليل، وحتى. الآن مثال الأمثلة عندنا هنا فائدة. الآن من معاني أحرف النصب، نصب الفعل المضارع، إذا ماذا تفيد؟ يفيد الجواب والاستقبال. لن يفيد النفي لحدث في المستقبل. كي يفيد التعليل. أن حرف مصدري. لام التعليل يفيد التعليل. وحتى يفيد انتهاء الغاية والتعليل. الآن نأتي هنا إلى النموذج الإعرابي. نموذج إعرابي، قال تعالى: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها. الآن قبل قليل تكلمنا عن معاني حروف النصب، إذا هذا حرف النصب هو كي. قلنا كي تفيد التعليل يعني السبب. فرددناه إلى أمه يعني ما السبب؟ لماذا؟ ما هي العلة؟ كي تقر عينها. إذا كي هو حرف النصب، إذا هنا تقر فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. هنا لماذا لم نقل أن تقر فعل مضارع مرفوع؟ لأنه سبق بحرف نصب. الآن نأتي إلى الإعراب. كي، ما إعراب كي؟ حرف نصب مبني لا محل له من الإعراب. يحفظ الطالب هذا الإعراب، دائما تعرب كي حرف نصب مبني لا محل له من الإعراب. الآن تقر فعل مضارع منصوب، لاحظوا منصوب قلنا وليس مرفوع لأنه سبق بحرف نصب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. عينها، عين فاعل مرفوع وعلامة رفعه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. اتفقنا أن علامة الرفع هي الضمة، وهو مضاف، عين مضاف، والهاء هنا عينها مضاف، ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. الآن نأتي إلى الخلاصة. ينصب الفعل المضارع إذا سبق بأحد أحرف النصب، إذن الفعل المضارع ينصب إذا سبق بأحد أحرف النصب. ومن أشهر حروف النصب، ما هي أشهر حروف النصب؟ أولا إذا، ثانيا لن. مثال مثلا تقول: لن أخرج حتى أكمل واجباتي. أن الحرف الثالث، وعدت مثلا أبي أن أدرس. لام التعليل، مثال على لام التعليل، مثلا درست ساعات طويلة لأنجح. لأنجح، أنجح فعل مضارع منصوب. كي، مثلا ساعدت أمي كي أنال رضاها. حتى،
حتى، مثلا تقول لن أرجع حتى يرجع أخي، وهكذا. الآن هنا عندنا علامة نصب الفعل المضارع. ما هي علامة النصب؟ علامة نصب الفعل المضارع صحيح الآخر. نحن نتكلم عن الفعل المضارع صحيح الآخر، ما هي؟ الفتحة الظاهرة على آخره. إذن هذه هي علامة نصب الفعل المضارع صحيح الآخر، هي الفتحة الظاهرة على آخره. وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.